كيفة؟ الحمد لله. هلا عافية لك ياها. الله يخليك. في حدا عنده؟ لا تفضل. يقبرني هو ورفقاته. أهلين وسهلين. أهلين بالكاتب العبقري والمؤلف الفز. شو أخبارك؟ أهلين وسيم، أنا داعي لك الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ بلشنا بسباعية جديدة. هو مثل عادي بتبلشوا بسباعية بتنهونا إياها 11 جزء، وكل جزء شي 2000 حلقة. أكيد رح تكتب مكسيكي لسه. شو بتحب تشرب؟ حي الله. أنسي أمل. نعم أستاذ. يا ريت تقولي له لدرويش يجيب لنا 2 قهوة. أنا عيني وزيته عليهم. يا أخي بتفهم. هالسكرتيرة كتير 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 مريحتني. شافتك جاي لحالة وصل درويش على القهوة، مريحتني. بجوز مريحتها، بس قلي شلون عم تقدر تطلع بوشها؟ شلون؟ ليش شبه وشها؟ شبه وشها؟ وشها مو وش سكرتيرة بنو؟ لك يا اخي السكرتيرة لازم تكون حلوة، وشها بينفش نفش بالمع مشان تفتح لك قابيتك على الشغل. لا انا هيك مرتاح. اسمع مني ولاقي لك شي سكرتيرة غيرها حلوة. ها وسيم، انا مو لازمني سكرتيرة حلوة. لك اخي ليه؟ هيك حيوانة. اتلحلح لك شوية، هاي شغلة الخجل مو حلوة بنو. لا انا يعني ما بخجل من الحكي مع النسوان مثل ما لك مفكر. لا بس انا ما بحب طق حلق معهم. سكرتيرتها مو بشعو بس، وكمان عقلاتها بيخبطوا. عجبتني تنهجر. ايه سيدي، انا اليوم جاي اعزمك على الغداء. اخ وشو المناسبة؟ شلون هبط عليك هيك الكرم فجأة يا حاتم؟ طيب رفيقنا سمير بكره مسافر على الكويت، وانا عازمه على الغداء وعامل له اياها وداعه، قلنا لحالنا بتكون معنا. انا ما بقدر. ليش اخي ما بتقدر؟ مرتبط بشي موعد. هذا يا سيدي هنا طبخت لي كوسه محشي بناء على طلبي، بتعرفني اني بموت على الاكله، ما حلوه اتركها وتغدى برا، بعدين تزعل. اسمع لقلك، شو رايك جيب سمير وتجوا تغدوا عندي؟ انا ما بحب الكوسه المحشي. لك اخي بجيب لك بروستين، قتلك بطنك، هلا مشكلتك اللي هي. لك اخي مو حلوه، عازم سمير على المطعم. ايه على راحتك. شلونك انت وهنا؟ ان شاء الله ماشي الحال. كل ما لنا من سيء لأسوأ. لا 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 ليش بقى؟ هذا يا سيدي هنا كل همه بيهدني شغله، بتقول كأني مو موجود، مو حاسه فيه. علي ما علي إذا بتشوفني مع أحلى وحدة بهالبلد ما بيهز رمش عينه. شلون بده يهز رمش عينه وأنت حاططني سكرتيرة مثل شمارين الساحرة؟ بعدين الحق عليك، أنت اللي لازم خليها تشعر فيك وتهتم بأمورك. طيب شلون؟ شو شلون؟ بقرب عنك شلون؟ هلا مالي فاضي لك، عندي موعد مع مخرج بعد ربع ساعة. وسيم لا تمطمطو. شو ها؟ المسلسل. لك شبك حايصة شبك؟ بعد شوي رح تصير الساعة 11. ها هي أول مرة بتصير الساعة 11 والله. لك لا بس بعد نص ساعة رح يلتقوا. مين بده يلتقي مع مين؟ جوزي اللي ما بيتسمى مع حبيبة القلب. شو عرفك انهم بدهم يلتقوا بعد نص ساعة؟ امبارح سمعته على التليفون عم بيوعدها اليوم الساعة 11 ونص. حق عليك هالخاين الغشاش. الحق عليكي انتي. حق عليكي. الحق عليكي. كيف بقى الحق عليكي؟ لو انك مالتي له وقته وشغلتي له كل تفكيره ما كان لفي على غيرك. بالله وشو بدك يعني سامي له اكثر من يلي عم بعمل له اياها؟ بحياته ما طلب مني شغله ورفضت له اياها. ما بيطلب مني طلب غير منفذ له اياه. لا برد بوجهه ولا بجاكره ولا بتخانق انا وياه. يعني شو بده احسن من هيك؟ بجوز بده غير هيك. غير هيك؟ شلون يعني غير هيك؟ ما بعرف والله. كل رجال بيحب نوع معين من النسوان، وانتي لازم تعرفي اي نوع من النسوان بيحب جوزك. يعني يمكن يكون بيحب المرة المتمردة المتسلطة، او المرة الحالمة اللي بتشاطره كل احلامه، او القردة اللي بتفهم عليه عالطاير. انتي لازم تغيري سلوكك بحيث انك ترضي جوزك. قال جبناك يا عبد المعين لحتى تعيننا. لازم لاقي طريقة لحتى اخلص من هالفصعون اللي راح اليوم يقابلها. ما حدا بيخلصك منها غير جوزك، وجوزك ما راح يتركها ويرجع لك الا لتسدي النقص اللي شايفه هو فيكي واللي خلاه يدور على غيرك. ايمان انا حاسة حالي راح طق، راح انفجر، لازم امنع هاللقاء باي طريقة. لك شو بدك تساوي؟ رايحة اخذ اذن من عند المدير. الله يكون بعونا. يعني ما سهل على المرة بنو بتعرف انه جوزها عم بيخونها.
انا لو كنت محلها كنت بقتلها وبقتله، بدبحهم على الخالص. بس انا غير هيك، انا حلوه وبرضي جوزي. شو الحكي؟ ادخل. يعطيك العافيه استاذ جني. اهلا وسهلا. يا ريت طلي بعيد اذا سمحتي، تحكيني من بعيد اذا بتريد. انا داخله على الله وعليك. خير؟ شو في جوزي؟ مات؟ لا بعيد الشر. جوزي يا استاذ متعبني كثير كثير. وانا بشو بقدر اخدمك يا مدام؟ بدي ساعتين بس اجازه اذا بتريد. لا عفوا، لو سمحتي لسه امبارح اخذتي ساعتين. ما بيصير هذا الحكي، الشغل شغل، دوام دوام. بس انا كثير مضطره لهدول الساعتين لان امبارح تاكدت انه اليوم جوزي بده يقابل مره بعد نص ساعه بس، وانا قاعده بمكتبي ونار الغيره عم تاكلني اكل. انت بتغاري على جوزك كثير كثير يا استاذ كثير. الله معك، مو بس ساعتين، ثلاثة أربعة، أي كلمة ما بدك. الله الله يجيرك. مع السلامة. خليكي عم تغاري عليها. مع السلامة. مع السلامة. يا هيك النسوان يا بلا، مو الحيط اللي عندي. إلهي تنحرقي بنار الغيرة اللي ببالي. صار معك؟ أخذت إجازة. وقفي وقفي شوي. لك شو بدك مستعجلة؟ ماني فاضية. المدير شلونه؟ كيف يعني شلونه؟ يعني رايق ولا مزعج؟ رايق رايق. باي. رايق لروح اخذ اجازه. ايه مدام ايمان، لشو بدك الاجازه؟ جوزي شبو كمان عنده موعد بعد نص ساعه مع وحده، ونار الغيره عم تحرقك حرق. انا ما بسمح لها تقرب صوبي بنور. عن قرب نار الغيره قال. الله عليك يا وردي. شو يعني انت ما بتغاري على جوزي؟ لا يو شلون، في وحده استاذ ما بتغار على جوزها؟ قال في مره ما بتغار على جوزها. قال ايه في الحيط اللي عندي. استاذ قصدي اقول انه انا ما بترك له مجال يطلع لغيري حتى غار عليه. شلون؟ بعرف نقاط ضعفه كلها وبستغلها. ليك استاذ الشهاده لله، يعني تقدم لي عرسان كثير كثار، كانوا العرسان اللي تقدموا لي، تقدم لي عقرب، تقدم لي دلو، تقدم لي سرطان وجوزاء برشي، بس انا اخترت عن سابق تصور وتصميم تكتكت على مهلي. اخترت التور. بتعرف ليش استاذ اخترت التور؟ بتعرف ليش؟ لانه التور كلمتين حلوين بتضحك عليه وبتحطه تحت بعضك. ليك كيف؟ مثلا امبارح جوزي اجى على باله محشي، طلب مني طبخه محشي. طيب معقولي ما اطبخ له محشي؟ بترضاها يا استاذ انه يصير في زعل بيني وبينه؟ لا لا طبعا ما بيهون علي يصير زعل بينك وبينه. هدول تبع التور بعرفهم انا، كلهم بيحبوا المحشي وعقلهم ضيق ونرفوزين هدول كلهم. منشان هيك بدي اجازه. هو لا شك شيء جميل انك تهتمي بزوجك، بس المفروض انك توافقي بين شغل البيت وبين دوامك. يعني ما بيمنع تطبخي له للتور لبرج التور لجوزك المحشي بالليل. يا ريت يا استاذ يا ريت، بس جوزي ما بيحب المحشي الا طازه. قال شو بس يكون بايت تتغير طعمته. بيهون عليك طعميه محشي بايت ويدب الخلاف بيني وبين زوجي من شان طبخه محشي. يدب؟ لا شو يدب، انا ما بيكون علي يدب الخلاف منوب. بس الله يرضى عليكي بتفهمين لزوجك انه يعني ما يكتر طلبات المحشي، مره بالشهر بتمرق. يلا روحي اجازه. شكرا كثير، شكرا كثير 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 استاذ. ماشي يا ريت بس تروحي وترجعي بسرعه مشان ما يدب خلاف بيني وبينك. لا تخاف انا جوزاء ما في اسرع مني بحفر المحشي. شو بكيت طالعه بسرعه؟ ما اتصلي قدامك؟ حرق حريش برج القوس. انا شو بني؟ شو بكي لازقه حالك بهالباب؟ بدي فوت لعند الاستاذ جميل. ليكو عندك جوا، تفضلي فوتي. اي فايده. شو هالنسوان هدول؟ يا هيك النسوان يا اما بلا، وحده نار الغيره عم تحروقها والتاني جوزاء قاتلي حال على ما ترضي للتور الا برج الا جوزاء. نيالي جوازه، ليش انا الله ما بعت لي وحده مثله؟ ارجع لعندك ام محمود. مرحبا جارنا. اهلين اهلين. شو اخباركم؟ ليش ما عم نشوفكم؟ بين الايادي نحن، بين الايادي. يا لطيف يا جارنا، ابو تحسين شو بيحبك؟ دائما بيقول لي هل ابو طارق ما في مثله، سكره واحلى من السكره كمان. سلمي لي عليه عن اذني. ابو طارق دقيقه، طيب طيب. خليك يا عمو خليك. ابو طارق. نعم. جرافتك كثير حلوه، من وين جاريها؟ بدي اشتري لابو تحسين مثله. ما
ما بعرف هنا اشترتها، اساليها هي بتعرف عن اذنك. طب طريقيها بدك تطلعي مثل هيك. خليكي عمو خليكي خليكي. ابو طارق اذا بدك تساليني عن الطقم كمان ما بعرف، هنا هي اللي اشترت الطقم والجرافيك. لك ولا للديب؟ الله يرضى عليكي، صدقيني اني ما بعرف، صدقيني اني ما بعرف. انا دخلي على الله وعليك. اطلعي مثل هيك. خليكي عمو خليكي. جارنا جوز طلع على التقاعد ولحد الان ما مشي معاشه، بقى على اعتبارك مدير واحلى مدير بالشام كلها، بركي بتدبر له شي وظيفه عندك. ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. ليش؟ لانه جوزك متقاعد وما بصير يتوظف مره ثانيه. بس انت مدير بتدبرها. ما بتدبر، عن اذنك عن اذنك. عمو اطلعي يا عمو اطلعي.